يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال آخر مباريات في الدور الرئيسي في بطولة العالم والمقامة حاليا في بولندا والسويد، النسخة التي تستمر حتى 29 من يناير الجاري، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الدنماركي. تشير نتائج المباراة إلى تقدم الدنمارك بفارق 7 نقاط حتى الآن. كان المنتخب الوطني قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 26-22 يوم السبت الماضي في ثاني مباريات الدور الرئيسي في بطولة العالم، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.